بنات الحسين بأبي وأمي، من طبن المجلس يزيد، وياها وسخوتها مولاتي زينب، وياها وسخوتها والعيال، فمن طبن المجلس يزيد هنا راس ابو فاضل طب قدامهن، الرمح الشايل راس ابو فاضل، راس ابو فاضل طب قدامهن، مولاتي باوعد قالت سبحان الله حتى بمجلس الطاغوت والاقزام يامن للدرب طب راسه ليه قدام. فمن طبن راس ابو فاضل بابي وامي طب لي قدام، مولاتي ما وعد قال سبحان الله حتى بمجلس عوفهم فدوه عوفهم اخوي، حتى بمجلس الطاغوت والاقزام يأمن للدرب طب راسه، يأمن للدرب طب راسه، وعلي ما شرب مي، ما شرب مي، سألوا علي الاسهام مبدل مايل بعيونه. ايه وقالت ليزيد قالت عدل ارواحكم اخت القمر يمكم اذلكم انتم وشداد رايتكم، قالت عدل ارواحكم اخت القمر يمكم اذلكم انتم وشداد رايتكم، وديتوا علي دزيتوا علي سولف وشعتكم فضوني لا حشم راسه. الله يعزك. قالت سبحان الله حتى بمجلس الطاغوت والاقزام يامن للدرب طب راسه ليه قدام، وعلي ما شرب مي، سالوا علي الاسهام مبدل مايل بعيونه، وقالت يزق قالت عدل ارواحكم اخت القمر يمكم اذلكم انتم وشداد رايتكم، دزيتوا علي دزيتوا علي سولف وشعتكم فضوني لا حش براسه. هنا يزيد قام يقول هاي المرا المن وهاي العيال المن وهاي الروس المن، نزل من المنبر كض الرمح الشايل راس ابو فاضل بيده اليسرى عند مولاتي السيده زينب سيد الطين بله، وبدا يقول هذا راس المن، ويأشر على مولاتي زينب هاي المرا المن وهاي العيال المن، بدا يكرر، وقامت مولاتي زينب قالت عوف سوالفك عوف الحكي اللي قلته، ترى الفوق الرمح عباس وانا اخته، عوف السوالف عوف سوالفك عوف الحكي اللي قلته، ترى الفوق الرمح عباس وانا اخته، شلون الخير تعرفه يطب ديوان يقطع راسه من تلقطع سالفته. الله يعزك. عوف سوالفك عوف الحكي اللي قلته، ترى الفوق الرمح عباس وانا اخته، شلون الخير تعرفه يطب ديوان يقطع راسه من تلقطع سالفته، ابي سرتك لا تكض صاقرك فنجان، ابي سرتك لا تكض صاقرك فنجان، ترى الفنجان عدنا نحلف ببخته، اشماغ الساده من تتلاقى بي مهيوب، اسياد اسيادكم عراس شايلته مكلبه بلحيته اخته، وخلاف انتيه مثل عمه ويدور قبور عائلته، تقول لي يزيد قل لك عد عدل، اصبح هذا البيت عليك زينب، تقول لي يزيد قل لك عد عدل، وزينب بتحكي وياك وتعذب، لو حق الامس حشمته بيت عيل افه، بس ما وعى الراس ينزل راد، بس انا مصبرته اقعد عدل، وزينب بتحكي وياك وتعذب، لو حق الامس حشمته بيت عيل افه،
بس باوعي على الراس ينزل غاد. بس انا مصبوته انا العنهر عباس كاتبته، انا اللي بالعب لميت عائلته، انا اللي على شعر الخيمه راسمته، انا اللي خيروني بماي لو عباس قبل لا ان ولد عباس ما اخذته. اجت رساله لكي لا اعطي لابي الفضل عباس بابي وامي. بس اتامل الموقف، شاف على اليمين علي الاكبر وعلى اليسار القاسم، روحي لهم الفداء وياي. رساله شغله لابي الفضل عباس، شاف على اليمين علي الاكبر وعلى الشمال القاسم. بابي وامي ابي الفضل عباس فتح رساله ظل يقرا ويضحك. هنا الاكبر والقاسم قالوا له عمي ليش تضحك؟ قال لهم وصلتنا رسالة وبيها بس تهديد، أنا وروحي قرينا وما نعرف العيد. وفاضل ما يعيد الحكي. وصلتنا رسالة، عوف التوزيع في الوتاج راس. وصلتنا رسالة وبيها بس تهديد، أنا وروحي قرينا وما نعرف العيد. واحد قال لي الآخر هاق، الطف ما ندري بيش يريد وما نعرف بهله يريدونه. دخل القاسم على أكبر المعركة، خلصوا ورجع القاسم، رجع القاسم وبفاضل قال له عمي سويتوا؟ قال له عمي نطب للمعركة أنا وعلي الأكبر نخلي الموت يطول والدرب يكسر. نطب للمعركة، نطب للمعركة أنا وعلي، نطب للمعركة أنا وعلي نخلي الموت يطول والدرب. يا لو ثالثنا عباس القمر يحضر جمال الطف من الخوف. أبو فارق المحب يقول له إذا رايد تخوف الطف وعوانه، بس قل أبو فاضل سافر كله كله بشفه كاتب فدى لإخوانه والكافل ما تكبت خوفه.